ومع الفاعلين الجمعويين. باسم الفاعلين الجمعويين الحاضرين معنا نعطي الكلمة للأستاذ نور الدين مغروسي. شعبة الإعلاميات. شكرا لمستفيدات ومستفيدي الشعبة. كان عدد خريجي شعبة الصلاة والخياطة خلال الموسم التكويني 2022-2023 59 خريج وخريجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير، رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. مرة أخرى جمعية الحياة تنجح ترفرف عاليا في سماء العمل الجمعوي بمدينة مرتيل، إن لم أقل بالمغرب. فقلما نجد جمعية تستطيع لما كل هذه الوجوه، كل هذا الزخم الكبير من المستفيدين والمستفيدات في يوم عصيب من حيث الصوم ومن حيث العناء ومن حيث الأشغال المنزلية التي تنتظر كل نساء. رمضان مبارك كريم. أولا يسرني أن أكون بينكم اليوم في هذا اليوم المميز لنا جميعا، يوم تخرجنا من هذه البوابة التعليمية إلى عالم جديد من التحديات والفرص. وباسم واسم جميع زملاء المستفيدين والمستفيدات فوز سنة 2022-2023 وفي هذا اليوم الخاص أود أن أوجه كلمة شكر وامتنان لأشخاص مهمين جدا في رحلتنا التعليمية. أود أولا أن أشكر مديرنا العزيز على رؤيته الاستراتيجية وجهوده الحديثة في تحقيق تطلعاتنا. كان لمديرنا الفضل الكبير في توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاحنا وتميزنا. ثانيا أرغب في أن أعبر عن شكري العميق ويقدم الشهادة الفوج الثاني لشعبة العالم. شكر وامتنان لأشخاص مهمين جدا في رحلتنا التعليمية.
أود أولاً أن أشكر مديرنا العزيز على رؤيته الاستراتيجية وجهوده الحديثة في تحقيق تطلعاتنا. كان لمديرنا الفضل الكبير في توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة والتي ساهمت بشكل كبير في نجاحنا وتميزنا. ثانياً أرغب في أن أعبر عن شكري العميق الشيخ حسن شقور كذلك لتقديم شكرا جزيلا لكم.